بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله من الأدلة على تحريمه وأنه شرك بالله عز وجل، لأن الذبح على وجه التقرب والتعظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهو عبادة، صرفها لغير الله شرك. ومن الأمور التي وقع فيها القبوريون أنهم يذبحون للأموات، لا سيما ما يسمونهم بالأولياء، يذبحون عند قبورهم ويهدون لها نفائس أموالهم، يذبحونها ويعتكفون عندها أياما، مثل ما يحصل عند قبر البدوي وما يحصل عند غيره من القبور والأوثان التي اتخذت أوثانا يذبحون لها وينذرون لها ويدعونها من دون الله والعياذ بالله. وكان في نجد نصيب من ذلك، وكانوا يذبحون للأموات، يذبحون للجن اتقاء شرهم، حتى ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أنهم يجعلون في بيوتهم مكانا للذبح للجن يتقون شرهم في ذلك. فلهذا عقد الشيخ رحمه الله هذه الترجمة في كتابه كتاب التوحيد لينبه على خطورة ذلك، وأنه من الشرك الأكبر. نعم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية من آخر سورة الأنعام، السورة العظيمة التي فيها ما يفعله أهل الجاهلية من فعل تعظيم الأصنام، وأنهم يخصصون لها جزءا من أموالهم ومزارعهم وأنعامهم السائبة والوصيلة والبحيرة. في سورة المائدة: السائبة والبحيرة والوصيلة كانوا يسيبونها للأصنام تعظيما لها. وذكر في آخر سورة الأنعام: قل إن صلاتي، الصلاة المعروفة نوافل أو فرائض، ونسكي يعني ذبحي لبهيمة الأنعام على وجه التقرب والعبادة، إنما هو لله وحده لا شريك له، فلا يذبح لا للأصنام ولا للقبور ولا للأوثان. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، كمن صلى لغير الله فقد أشرك. ولهذا قرن الذبح مع الصلاة: قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي أو ذبحي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، أمره الله سبحانه وتعالى، وأنا أول المسلمين أي المنقادين لأمر الله عز وجل. دلت هذه الآية على أن الذبح على وجه التقرب يكون عبادة،
على وجه التقرب للمذبوح له يكون عبادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك الذبح عند ترجل العظماء عن مركوباتهم، يذبحون لهم من باب التحية لهم، وهذا من هذا النوع والعياذ بالله. ولهذا أفتى العلماء بتحريم لحوم هذه النحائر والذبائح، لأنها مما أهل بها لغير الله عز وجل. نعم. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال جل وعلا في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة، وهو الخير الكثير أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي نهرا في الجنة يقال له الكوثر، وأعطي الخير الكثير أيضا في الدنيا والآخرة. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، لا تصلي لغيره، وانحر له، لا تنحر لغيره، من باب التعظيم والعبادة. فدلت هذه الآية من سورة الكوثر على ما دلت عليه آية سورة الأنعام تماما، قرن النحر مع الصلاة. وأيضا هذه سورة الكوثر تفسر سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي، أن المراد بنسكي الذبيح والنحر، أنه المراد به النحر والذبح على وجه التعظيم للمخلوق حيا أو ميتا، أنه شرك بالله عز وجل. أما الذبح للقادم لأجل إكرامه وإعداد وليمة له من باب إكرامه والفرح بقدومه، هذا لا بأس به، لأنه ليس من باب العبادة، وإنما هو من باب الإكرام للقادم والضيف. نعم. أحسن الله إليكم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نعم، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. عن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، هي: الأولى لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا وعيد شديد، من ذبح لغير الله أنه يستحق اللعنة من الله عز وجل، فكيف يذبحون لغير الله من الأصنام والقبور والأضرحة يرجون بذلك الثواب، والواقع أن لهم اللعنة من الله عز وجل. هذا يكفي زاجرا لمن في قلبه إيمان وحياة. أما من ذهب مع التقليد والهوى والطمع في الأموات والمخلوقين أنهم ينفعونه ويضرونه إذا ذبح لهم، فهذا لا تجدي فيها الأدلة شيئا، كما هو الواقع من كثير منهم، يسمعون هذه الآيات والأحاديث ولا يلتفتون إليها، وإنما يلتفتون إلى قول فلان وقول فلان في هذا القبر أنه ينفع ويضر، وأنه فلان دعا عنده، فلان ذبح له وحصل على مقصوده، أو ما أشبه ذلك. حتى إن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن الشيطان يتمثل بصورة الميت في قبره، ويظهر لمن يذبحون له أو يدعونه ويتضرعون إليه، فيقول لهم: قضيت حاجاتكم، فيظهر لهم هذا من أجل أن يوقعهم في الشرك، ثم يذهبون ويقولون: حصلنا على مطلوبنا، وهذا دليل على جواز ذلك وعلى أنه جائز. قد يحصل المطلوب وهو غير جائز، والسبب غير جائز، من باب الاستدراج للإنسان،
قال تأخذرني ومن يكذب بهذا الحديث عن القرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا عقوبة لهم. وأيضا قد يكون حصول الحاجة ما هم من أجل دعاء الميت أو الذبح له، وإنما هو صادف قضاء وقدرا، قدر الله لهذا الإنسان هذا الأمر فصادف في هذا الوقت، فظنوا أنه بسبب دعائه والذبح له. فيجب التنبه لهذا، صلي لربك يعني لا تصلي لغيره، وانحر ينحر له من باب التعظيم والتقرب، ولا تذبح لغيره، دل على قرن الذبح مع الصلاة، النحر مع الصلاة قرنه معها دليل على أن الذبح عبادة، الذبح على وجه التقرب أنه عبادة لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لأن حق الوالد عظيم بعد حق الله سبحانه وتعالى. حق الوالد البر والصلة والإحسان، وبالوالدين إحسانا، أن يشكر لي ولوالديك. حتى الوالد الكافر يجب على ولده المسلم أن يبر به، لكنه لا يحبه بقلبه، لكن يبر به ويحسن إليه. وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلا يطاع الوالد ولا غيره في معصية الله سبحانه وتعالى، لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، دل على أنه يبر بهما ولو كان كافرين، صاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل من أناب إلي، إلي مرجعكم. فالله جل وعلا أمر ببر الوالدين ولو كانا كافرين مع بغضهما. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. وإبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله، تبرأ منه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. البر بالوالد الكافر هذا من باب رد المعروف والمكافأة، وليس من باب المحبة. والكافر إذا أحسن إليك وكف شره عنك فإنك تكافئه وتحسن إليه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، لم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. هذا من التعامل الدنيوي والمكافأة بالمعروف، ينبغي أن يعرف هذا. أما أنه يلعن والديه، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، يدعو على والديه أن يطردهم الله من رحمته، هذا من أكبر العقوق. الواجب أن يدعو لهما ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذا على العكس، يلعن والديه، هذا جزاؤه أن الله يلعنه ويبعده من رحمته سبحانه وتعالى. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الرجل أباه أو أمه، قال يلعن أبا الرجل أو أمه فيلعن أباه ويلعن أمه، من باب الانتقام والقصاص، يكون سببا في لعن والديه. قد لا يباشر اللعن هو، لكن يتسبب في لعنهما. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا أو محدثا بالفتح، يعني آوى، منع من وجب عليه حد من حدود الله
أو حق لمخلوق منعه أن ينفذ عليه الحد أو يؤخذ منه الحق الذي عليه، فهذا ملعون يطرده الله من رحمته، لأن الواجب إقامة الحد على المحدث، يعني أحدث من آوى محدثا، يعني في الدين مبتدع ضال داعية ضلال ساحر أو غير ذلك، يجعل دونه حماية له لا ينفذ عليه الحد، هذا ملعون، لعن الله من آوى محدثا. وفي رواية من آوى محدثا بالفتح، يعني بدعة ناصرها ودافع عنها، والواجب إنكار البدع والنهي عنها. لعن الله من غير منار الأرض، هذه الرابعة، بمعنى تصرف فيها وغير موقعها. ومنار الأرض قيل هو المراسيم التي تكون بين أملاك الناس، إذا قسمت الأرض ووضعت الحدود والمراسيم، أي تجعل لتميز حق هذا عن هذا، فإذا جاء وقدمها أو أخرها فقد ظلم جيرانه وأخذ شيئا من أرضهم، هذا لعنه الله عز وجل. وقيل منار الأرض علامات الطرق التي يهتدي بها المسافرون، لأنه يضللهم ويضيعهم في البر، قد يعرضهم للهلاك. وقيل منار الأرض أعلام الحرم وأنصاب الحرم التي جعلت على حدوده، تبين الحرم من الحل. والحديث شامل لكل هذا، لكن الشاهد منه مراسيم الأرض، هذا هو الظاهر من الحديث، وإن كان يحتمل المعاني الأخرى. نعم، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على شرحكم في هذا الدرس المبارك في باب ما جاء في الذبح لغير الله. بقي جملة من الأحاديث نرجئها إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.